كنشوف هاد الرياضه هذه في هاد الاواخر ديال العامين او ثلاث سنين حاولت ديفلوبا مع الوقت، ولكن كنشوفوا واحد شويه ديال التهميش من نواحي الجامعه واللعيبات. كنشوفوا ما كاينينش شي حوايج اللي غادي يزيدوا بالدراري القدام، ولا ما كنشوفش شي حاجه اللي غادا تدير بنا الجامعه القدام. ما انا كنقول الراي ديالي، حقاش كاينين شي واحد كيكونوا في ديك المناصب غير قانونيه، ما عندوش درايه وما عندوش اهميه وما عندوش شي حاجه كيعرفها على هذه الرياضه هذه. كيجي عاطينهم منصب يجي رياح شويه الفلوس كومبيت، الى جات راه كيمولوها بواحد شويه والشي الاخر اللي كيدخل في الجيب، هذا هو البلان. ها بزاف بزاف، انت كتشوف لا عينيك، كاين ابطال ولدات وما ضنيفا بالضبط كما ولدتني انا بطل المغرب من شحال هذه. كنشوف كاينين شي واحد شويه التهميش، ما كاينش شي واحد اليد اللي كتزيد بك شويه لقدام باش تلقى راسك نتا مديفلوبي راسك ومديفلوبي هاد الرياضه. كنشوف بعدا عضو النسوة راه كاينه دريه كتقدم المغرب، واخا ما كاينش اهتم واخا ما اهتموش بها بزاف من هاد الناحيه هادي، مي قادره تعطي هذيك الدريه بزاف د الحوايج. انا كنشوف الراي ديالي هذا، كنشوف بصراحه دارت بون جو والله، تأهلات الاولمبيات وكحنا فخورين بهذيك الدريه بصراحه. لا واخا هي ما عطاوها شويه الاهميه وعطاوها شويه الدعم يدعموها مزيان باش تزيد في ديك الرياضه، واخا كيبينوا لك داك الشيء في تي في وشوفوا درناه، ولكن داك الشيء راه ما كاين والو، صافي يعطوك شويه اسكت انت ودوز في حالاتك. راه كنتمنى من المسؤولين ياخذوا عبره من الاخرين، فهمتي، حقاش الدول الاخرين واعيه وعارفه بهاد الرياضه وهاد الاهميه، واخا كتلقى حتى هما عندهم مشاكل بحالنا بحالهم، ولكن كتلقاهم كيدعموا الدراري وكيسيبورتيو الدراري في كل شيء. كيفاش بديت سكيت؟ بديت شي 7 سنين هذه وانا كنقصر. المهم عجبني السكيت ودخلت فيه بزاف. انا بالنسبه ليا صراحه ما كنبغيش نشارك كاع في لي كومبيت اللي كيديروا الجمعيات وكاع داك التخربيق، ما بقيتش كنحمل نشارك فيه، حيت في الاخر كيربحوا اللي بغاو وكيدوزوا اللي بغاو، فهمتي. وفي الاولمبيات العام اللي فات واقيلا مع شي عامين هادي كانوا داو شي سكيترز الاولمبيات اللي ما يستاهلوش، وكاينين دراري احسن مني كاع وما بداو ما والو، فهمتي. واخا داروا دي كومبيت باش زعما يكاليفيكيو الدراري، في الاخر داو داكشي اللي بغاو، فهمتي، حتى الاخر كاع وداو ولادهم من الاخر. بالنسبه للبنت اللي مشات، انا صراحه بالنسبه لي راه دارت شي حاجه اللي كبيره، فهمتي، حيت اصلا البنات هنا في المغرب قلال وما كيقصروش شي تقصار، فهمتي. صراحه الجمعيات كاملين راه كينصبوا على الدراري ديال السكيت وصافي، ما كاينش شي واحد اللي زعما كيعطي البلاد حقه ولا شي لعيبه، كيجيو كيديو شي فليسات كيصايبوا لك شي تخربيقه كيقول لك يلاه سير سير طن طن، كيجيبوا معاهم جوج ديال السكيطات ها العواد بوحدهم كيقول لك يلاه هاك الاول انت هاك الثاني صافي يلاه سير الله يعاوننا، هما كيضربوا الصرف من تحتهم، هما كيديروا لنا والو. خاص كلشي يتبدل فيهم صراحه، حيت فيه بزاف ديال الشفره، بلادهم كينصب عليك عين باين، ما عندك ما دير، فهمتي. المهم هادشي اللي كاين، وما كاينش بلايص فين يلعبوا بحال دابا، فهمتي. دابا بلادهم راه كيجي دابا كازا كبيره، بلادهم كيجي حتى النيفادا باش يسكيت، وإلا كان كيعجبو السكيت غيبقى يجي يوميا، يعني ما يمكنش يبقى يجي يوميا من دارهم مثلا من عين الشوق ولا من عين السبع، يبقى يجي حتى لهنا ولا من البرنوسي ولا من الازهار حتى لهنا يوميا باش يدير داكشي اللي كيبغي، فهمتي. ما كاينش في بلايص مختلفين بحال هاد المساحات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.